السلام عليكم، ورجعت معكم في الفيديو الثاني من لا سبيكتروسكوبي انفراروج. اللي باقي ما شافش لا فيديو الاولى يشوفها باش يقدر يتبع معايا وتابوناو باش يوصلكم لي فيديو جداد. المهم، هضرنا قبل على انواع ديال لي مود دو فيبراسيون عند لي موليكول بولي اتوميك، وفي هذا لا فيديو غنشوفوا كيفاش يمكن لينا نحسبوا العدد ديال لي فيبراسيون عند اون موليكول. غنبداو بلي موليكول دو جيومتري لينيير، يعني الجزيئات الخطية، وغادي نستعملو هاد لا فورمول اللي هي 3 فوا ان موان 5. ان هو لو نومبر دي اتوم دون لا موليكول، يعني العدد ديال الذرات في واحد الجزيئة. نعطيكم مثال، جزيئة ثنائي الكربون وهي جزيئة خطية. السؤال الآن، سي اوني غادي سيت موليكول افيك ان غايونمون انفراغوج، يعني الى رسلنا اشعة تحت حمراء لهاد الجزيئة، شحال من مود دو فيبراسيون غينتج على هاد العملية؟ سهلة، غنطبقو هاد العلاقة وغادي نحسبو، ولكن باش غادي نعوضو ان، ان هو عدد الذرات في الجزيئة، يعني واحد جوج تلاتة، ان كتساوي تلاتة، وغادي نحسبو غادي يعطينا كاتر مود دو فيبغاسيون. مزيان، عرفنا لو نومبر دو مود دو فيبغاسيون، غيبقى لينا دابا نعرفو اش من تيب ديال لي فيبغاسيون عندنا. دائما كنبداو بلي فيبغاسيون ديلونغاسيون اللي فيهم دو تيب، ليلونغاسيون سيميتريك وليلونغاسيون اسيميتريك ولا انتي سيميتريك. غيبقاو لنا دو فيبراسيون اللي غادي يكونوا بالضروره هما دي فيبراسيون دو ديفورماسيون، سوا دون لو بلون سوا اور بلون. هذا رسم توضيحي باش نفهمو اكثر. بالنسبه للرسم الاول هو اون ايلونغاسيون سيميتريك، والثاني سي اون ايلونغاسيون اسيميتريك، والثالث بما ان عندنا تغير في الزاويه اذا سي اون ديفورماسيون، اون فيبراسيون دو ديفورماسيون. غتقولوا لي دابا بما اننا عندنا ربعات لي مود دو فيبراسيون، يعني خاصه تبان عندنا 4 بوند دابسوربسيون في لو سبيكتر انفراروج. الجواب هو لا، غادي يبانوا عندنا فقط 2 بوند. علاش؟ بالنسبه ليلونغاسيون سيميتريك، الجزيئه كتبقى دائما سيميتريك بالنسبه للاكس دو سيميتري اللي كيتمثل في ذره الكربون، لهذا فان لو مومون ديبولير غادي يكون دائما كيساوي صفر. يعني الا ما كانش تغيير في لو مومون دي بولير ما غتبانش لينا لا بوند، واخا تكون عندنا هاد لا فيبراسيون، وغادي نسميوها اون بوند اناكتيف دون لانفراروج. بار كونتر في لي لونغاسيون دون لو كاد ديال لي لونغاسيون اسيميتريك، غاد لا موليكول غتفقد لا سيميتري ديالها، وبالتالي غتكون عندنا اون كرياسيون دان مومون دي بولير. هذا كيعني ان غتبان عندنا اون بوند، هاد لا بوند غنسميوها اون بوند اكتيف دون لو سبيكتر انفراروج. هادشي اللي قلنا غادي يعطينا فكره على لي دو مود دو فيبراسيون اللي بقاو لينا. بما ان الجزيئه كيف ما قلنا سيميتريك بارابور على لاكس اكسيال اللي كيتمثل في ذره الكربون، يعني لا ديفورماسيون ديال الزاويه سواء دون لو بلون ولا اور دو بلون غادي يكون ستريكتومون ايدونتيك، بحال بحال. يعني لي دو بوند دابسوربسيون غيكون عندهم نفس التردد، بما ان عندهم نفس التردد يعني غيكون عندهم نفس لو نومبر دوند. هاد الظاهره كنسميوها ان دوبلومون ديجينيري، وغادي يكونوا عندنا فقط دو بوند. المهم بهذا المثال غنخرجوا بواحد لا كونكلوزيون اللي هي مهمه. اشنا هي؟ اون فيبراسيون موليكولير ما كتمثل لينا في اون بوند دابسوربسيون في لو سبيكتر انفراروج الا وخاصها تعطينا اون موديفيكاسيون ديال لو مومون ديبولير. نشوفوا دابا الا ما كانتش الجزيئه خطيه، ما كانتش نون لينيير، غادي نستعملوا هاد العلاقة اللي غيتبدل فيها هاد العدد. كان عندنا قبل ناقص خمسة، دابا عندنا ناقص ستة، و ان غادي يبقى دائما هو لو نومبر دي زاتوم دون لا موليكول. ناخدو واحد المثال واللي هو جزيئة الماء. بنفس الطريقة غادي نحسبو لو نومبر دو مود دو فيبراسيون اللي غادي يعطينا 3 مود دو فيبراسيون. كيف ما قلت غادي نبداو دائما بلي فيبراسيون ديلونغاسيون، اون ايلونغاسيون اسيميتريك، اون ايلونغاسيون symétrique ou restreint une vibration de déformation. Les images animées, l'équivalent de l'icône qui mettent les trois modes de vibration. Faites le cas de l'exemple, les trois vibrations réunissent trois bandes d'absorption le spectre infrarouge. Kif ma katlahdo, fait même l'élongation symétrique, il crée le moment dipolaire. L'élongation asymétrique, même chose, et la vibration de déformation, il crée un moment dipolaire. Yani, on va voir les trois
bande d'absorption sur le spectre infrarouge. مهم غالبا الجزيئات الغير الغير الخطيه يعني نون لينيير كيطبق عليهم هذه القضيه هذه. المهم اكتفيوا بهذا القدر في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تتبعوني في لي فيديو بروشين باش نقدروا نفهموا لو كور ديال سبيكتروسكوبي انفراروج. ما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين باش يوصلكم لي فيديو جداد.